والعلم ليس بمجرد المعلومات كثرة المعلومات، وإنما العلم الخشية كما قال مسروق رحمه الله تعالى وكما في كتاب العلم لأبي خيثم النسائي قال: بحسب المرء من العلم أن يخشى الله، وبحسب من الجهل أن يعجب بعلمي أو عملي. قال تعالى: إنما يخشى الله من عبادي شنو؟ العلماء. علم الخشية. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا في الفتاوى في الجزء السابع، وهذا الجزء يسمى كتاب الإيمان في الفتاوى، علم ده الخشية. العالم ده عنده خشية، ما عنده خشية ده كيف عنده علم يستفيد منه؟ أنت تريد العلم النافع الذي يقودك إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. لو كان العلم من غير التقى شرفا لكان أشرف خلق الله إبليس، لكن تتعلم وتعمل بالعلم، والعلم ده يقودك إلى الخشية. وليس العالم المبتدع، هذا من الأصاغر كما قال أهل العلم، ده من الأصاغر كما في كلام عبد الله بن المبارك في الأصاغر وكلام ابن قتيبة رحمهما الله تعالى. ده ما عالم، المبتدع ده ما عالم. قال شفت حفظ العلم جد، ده ما عالم. هو عالم شنو؟ العالم ده جماعة بخاف الله، هو بس مجموعة بس من المعلومات، معلومات لا، يطبق العلم يعمل به. شكي بن عثيمين في شرحه لبلوغ المرام والدار إذ علم الفقه، اسمع الشرح ده بيستفيد، والآن فرغوه موجود مكتوب مجلدات، يا بتلقاه شرح ابن عثيمين لبلوغ المرام، ولا بتلقاه بعنوان فتح ذي الجلال والإكرام في شرح بلوغ المرام، تلقى بالعنوان ده. في المقدمة بيشرح في كتاب الطهارة قال والعلماء ورثة الأنبياء. قال: ليس كل عالم وارثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لأن الوارث ورث من الموروث، الورثة صح ولا ما صح؟ ده موروث وده وارث، في ورثة بيناتهم، الورثة دي شالة من شنو؟ من الموروث. قال: فالعالم إن كان مخالفا لرسول الله لا يسمى وارثا حتى يتبع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جم علم ساي يقول لك زول عالم، تلقاه السنة بجنبه وبجنبه، تلقاه ماشي غرقان في البدع ليد نو، يقول لك ده عالم، عالم من علماء كذا ومن علماء كذا. ناس قال لك كبرت عمة وشهادات، لك دكتور وبروف وشنو وإلى آخره، حيرونا ذاته الغاب ساي. والله إلا من رحم الله، في ناس قدر الشغلة دي وفي ناس ملخبطين نازاي. قال لك الله سي دكتور محمد أمان الجامي، ده دكتور، ودكتور دكتور محمد إبراهيم البلة، ده دكتور أزي أزي ديل سوى اللي اتنين دكاترة كذي. لا ناس الشغلة دي ملخبطة، الموضوع ده ما طويل، إنه في ناس علماء جد وفي ناس بيشبهوا بالعلماء، وفي ناس فقهاء جد وفي ناس بيشبهوا بشنو؟ بالفقهاء. نقرأ الآيات. قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم
وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل. الآية بعد دي مش الآيات من آية 40 للآية 47، بس نحن نمسك آية واحدة. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ قال السعدي رحمه الله: هناك عقل محض وهناك عدم عقل محض وهناك أمر بينهما. قال: فالذي يتعلم ويعمل بالعلم ويدعو الناس هذا عقله كامل. يتعلم ويعمل ويدعو الناس عقله كامل، والذي لا يتعلم ولا يعمل ولا يدعو الناس إلى الخير هذا لا عقل له. والذي يتعلم ويدعو الناس ولا يعمل، يتعلم ويدعو الناس ولا يعمل، هذا عقله ناقص. لذلك قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. تأمرون تتلون، معناه أنتوا عندكم علم وأنتوا شنو وعارفين الحق وبتدعوا الناس للحق، لكن في حاجة في النص اللي هو أنكم ما بتعملوا. عشان كذي وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، ده نقص في العقل. عشان كذي قال كذي السعدي رحمه الله. فده البيان الصليان.